على مدار 48 ساعة الأبطال المصريين فرضوا سيطرتهم المطلقة في عرض مبهر للقوة والمهارة على بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب من خلال حصدهم 16 ميدالية في أول يومين من البطولة المقامة في القاهرة. طبعا تفاصيل أكتر عن هذه البطولة معنا على التليفون الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري لمنتخب مصر للسلاح. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد أستاذ جمانة وعلى كل المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. طبعا عرض مبهر وقوي لابطال مصر شرفونا الحقيقة في بطوله افريقيا للسلاح. لو نتعرف من حضرتك اكتر يعني ازاي وصلنا لهذا المستوى؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطوله يعني ناشئين وشباب وتحت 15 سنه، مش كلها تحت 15. تمام. يعني تحت 20 سنه وتحت 17 وتحت 15 سنه في الثلاث اسلحه ابتي وفلوري وصب. مصر طبعا مسيطره على السلاح على المستوى الافريقي، تتصدر المستوى الافريقي كل الاسلحه الثلاثه صبيان وبنات، وعدد الميداليات طبعا من اليومين اللي فاتوا زاد من 16 الى 26 ميداليه. الو مع حضرتك يا فندم اتفضل. مصر خدت 26 ميداليه في المركز الاول، وتيجي بعدها تونس خدت 5 ميداليات، وبعد كده السنغال ميداليتين، وبعد كده نيجيريا ميداليه، وجنوب افريقيا ميداليتين علشان الاثنين برونز. ال 26 ميداليه بتوع مصر دول 7 ذهب و6 فضه و13 برونز. طب يا فندم يعني احنا بنتكلم ما شاء الله 16 ميداليه في اول يومين من البطوله، ده انجاز كبير جدا. حابين نعرف من حضرتك ازاي قدرنا وقدرت مصر انها تتصدر جدول ترتيب الميداليات ورصدنا حتى يعني من الذهبيات والفضيات والبرونزيات زي ما حضرتك ذكرتها دلوقتي، ازاي قدرنا ان احنا نوصل لهذا المركز؟ طيب هو ال 26 ميداليه دلوقتي حققهم يعني يعتبر في 6 منافسات. احنا عندنا لاعبين مميزين جدا في الاسلحه كلها. عندنا مثلا في سلاح سيف المبارزه محمد ياسين، ده المصنف الاول عالميا على مستوى الشباب تحت 20 سنه. عندنا عبد الرحمن طلبه في سلاح الشيش برضو لاعب مميز جدا. فالجيل اللي طالع في مستوى 20 سنه و17 سنه من الابطال المصريين ان شاء الله معبر عن السيطره المصريه للسلاح على مستوى العالم. ده جه منين؟ ده جه ان في خطه طموحه للسلاح بقالها 5 سنوات. الخطه دي بدات من كاس العالم في القاهره سنه 21 او بطوله العالم في القاهره سنه 21، قدرت مصر تحقق 5 ميداليات، وبعدين 22 في دبي قدرت مصر تحقق 5 ميداليات، وبعدين 23 في بلغاريا قدرت مصر تحقق 5 ميداليات في بطوله العالم، ومستهدفها ان شاء الله ان في الرياض 24 تكمل الخماسيه علشان تثبت جدارة المنتخبات المصرية. من خلال الخطة الطموحة دي بنقول ان السلاح ما بيحققش ميداليات بالصدفة، لا بيحقق ميداليات بناء على خطة طبعا مبنية على يعني تدريب واعي وانجازات مستمرة. عظيم. ايه هي ملامح هذه الخطة يا فندم اكتر، وازاي الاتحاد كمان بيساعد في دعم هؤلاء الابطال؟ طيب هو الملامح بتتمحور حوالين ان بيتم تصعيد عناصر من الناشئين تحت 20 سنة دايما للمشاركة في بطولات العمومي سواء كاس عالم او جراند بري او بطولة افريقية، وفي ناس كتير من 20 سنة بيجوينوا في المنتخب الاولمبي ضمن خطة التأهيل الاولمبي. يعني عندنا محمد ياسين، عندنا احمد هشام، زياد نوفل، عبد الرحمن طلبة، كل اللاعبين دول حتى في البنات نفس الشيء يعني بيشتركوا مع المنتخب الاولمبي في خطه التاهيل وبيقدروا يسافروا في خطه التاهيل، فبيبقى ده عامل نقل خبره من مرحله العمومي لمرحله 20 و17 وهكذا. ده الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان الاتحاد بيشارك في 5 بطولات في كل سلاح على مستوى العالم، فالاحتكاك الدولي والمشاركات الدوليه دي خلت المستوى بتاع 17 و20 سنه يرتقي عن قبل مثلا 5 سنين و6 سنين عن دلوقتي. دكتور أيمن، مصر بتشارك في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لكل الأعمار، الهدف من ده إيه؟ وإيه أبرز الأسماء؟ يمكن حضرتك ذكرت بعض أسماء أبطالنا الحقيقة اللي بنعتمد عليهم بشكل كامل، لكن حابين نتعرف على أبطال أكتر. طيب وإحنا ليه بنشترك يعني بالعدد كامل؟ أول حاجة لأنه في مصر في استاد القاهرة بتقام البطولة ولسه شغالة النهاردة وبكرة وبعده. فدي فرصة طيبة ان كل اللاعبين بتوعنا يحصل لهم احتكاك دولي. البطولة فيها 11 دولة،
ما بتمثلش تكلفه عاليه على الاتحاد في السفر والتاشيرات وهكذا، فنشارك ببقى تكامل في كل المراحل العمريه. وطبعا المشاركه جت بناء على التصنيف، ما فيش راي فني خالص، كل الناس اشتركت بتصنيفها على مستوى مصر. الاسماء الابرز في البطوله يعني احنا عندنا مثلا عبد الرحمن طلبه في سلاح الشيش، عندنا فاطمه عصام في سلاح الشيش بنات، عندنا سلمى هاني في سلاح الشيش بنات، انا بكلم حضرتك على اللي حققوا طبعا، محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد واسلام اسامه في سيف المبارزه، عندنا في بنات سيف المبارزه لورا سليمان وسلمى الشيخ وفريده عبد الحميد وهبه عبد الحكيم، عندنا احمد هشام ويتيم فوزي وزياد نوفل وادهم معتز ادهم عماد في سلاح السيف وعمر ديودار وعلي ديودار وادهم شلبي في سلاح السيف تحت 17، واخر سلاح نجوى نوفل وخديجه هشام ولينا اشرف وجانا عبد العزيز في سلاح السيف فن. طبعا ابطال مشرفينا وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في البطولات القادمه. كل الشكر لحضرتك دكتور ايمن غنيم المدير الاداري لمنتخب مصر للسلاح، الف شكر يا فندم.